انه المحرك الاساسي خلافا للراي الشائع انه على طول اذا بدك تصور امور انه في مؤامره خارجيه والامور بالمطابخ خارجيه، لا، انت اذا في قدره ذاتيه عندك في الداخل انت قادر تسقط اتفاقات وقادر توصل اتفاقات، مهم انت قدراتك الذاتيه بالداخل. الخارج انه اوكي انتوا اخذتوا هذا الخيار المحل اخذتوه. المملكه العربيه السعوديه انطلاقا من العلاقه الموجوده معه وانطلاقا من رؤيتها انه القوات اللبنانيه فريق سيادي وحريص على اتفاق الطائف وصار هذا الاتفاق، شو كان موقف المملكه؟ كان الموقف انه اوكي بس انتوا شايفين هيك، الفرق انه خلينا نشوف كيف بتكون النتائج لاحقا. على الرغم من إصراره في العلن على الاستمرار في ترشيح سليمان فرنجي، بدأ واضحاً بمرور الأشهر أن سعد الحريري آخذ في الاستدارة مجدداً ناحية الرابي التي كانت القوات قد وقفت سابقاً حاجزاً بينه وبينها قبل أن تسبقه إليها. استشعر فرنجي بعد تلك الزيارة أن تراجع الحريري عن دعمه له في انتخابات الرئاسة لم يعد سوى مسألة وقت، وذلك بحسب ما يروي الصحفي نبيل هيثم في كتابه الثقب الأسود نقلا عن رئيس مجلس النواب نبيه بري، حيث يقول: أذكر أن فرنجي تواصل معي في ذلك الوقت ولم يكن مرتاحا وأطلعني على بعض ما دار بينه وبين الحريري، فقلت له أنني لست مستغربا لأنني كنت أتوقع ذلك. أبلغني فرنجي بأنه قال للحريري خلال لقائهما: كنا قد اتفقنا معا على أمرين، الأول أنك إذا أردت التراجع عن ترشيحي فستفعل ذلك بالتنسيق معي ومع الرئيس نبيه بري والنائب وليد جملاط، وما دمت ستتراجع فلماذا لا نعقد لقاء اليوم أنا وأنت والرئيس بري وجملاط لحسم الأمر؟ والأمر الثاني هو أننا اتفقنا على أنك إن قررت أن تتراجع عن دعمي فلا تدعم ترشيح عون، بل أن نذهب إلى خيار ثالث. فرد الحريري على فرنجي وقال له: أنا مستعد لأن أنتخبك غدا، لكن أنت تعرف أن الرئيس بري لم ينل موافقة حلفائكما على انتخابك ولا نستطيع الاستمرار في هذا الأمر. سريعا تبين أن مخاوف فرنجي ومن قبله بري كانت في محلها، حيث خرج الحريري في مؤتمر صحفي في بيت الوسط بعد أيام قليلة على لقاء الرابي ليقطع الشك باليقين. أعلن اليوم أمامكم عن قراري تأييد ترشيح العماد ميشيل عون لرئاسة الجمهورية. هذا قرار نابع من ضرورة حماية لبنان وحماية النظام وحماية الدولة وحماية الناس، لكنه مرة جديدة قرار يستند إلى اتفاق بأن نحافظ معا على النظام ونقوي الدولة ونعيد إطلاق الاقتصاد ونحيد أنفسنا عن الأزمة السورية. سعد الحريري ما كان في قرار دولي، بس كان في ظرف دولي كل المؤشرات عم بتقول انه رح في اوباما اللي فتح جو امريكي جديد بالمنطقة على حساب دول الخليج العربي، مش قادرين نعمل شيء. اضافة بجلسة من الجلسات أنا كنت حاضرها مع عدد من قيادات تيار المستقبل، كنت حاضرها مني مش كقيادي كصحافي يعني، وإنه سعد الحريري كانوا عم يقولوا له معارضي انتخاب عون، قال لهم: طيب عال، طب إذا المسيحيين متفقين مع بعض أنا شو بقدر أعمل؟ أنا بقرر على المسيحيين. كان في رضا سعودي عن هذه الخطوة في وقتها؟ السعوديين اجى السبهان اذا بتتذكر 3 ايام قبل جلسة الانتخاب وابلغوا الجميع، وحسب علمي قد اكون مخطئ، انه كل واحد يتحمل مسؤولياته، نحن ما لا نريد ان نتدخل. الرئيس الحريري وجد انه هذا المناسب وهذا الانسب، هيدي مسؤوليتكم
ويحكم على الأمور بنتائجها. بس هيدا هيدا برد على سؤالك. نوع عدم الرضا يعني أنه عدم مباركة الخطوة؟ ما باركوها وما حاولوا يخوضوا يقولوا يعملوا يعطوا فيتو. إذا نطلع فعلياً شو الظروف اللي وصلت، أنا مثلاً ما كنت بتصور أنه ممكن يوصل عماد ميشيل عون لرئاسة الجمهورية، وكان مفاجأة لما وصل. بس إذا تطلع بتشوف الظروف، في الظروف الخارجية يلي ساءبت وساعدته، والظروف الداخلية كمان يلي حاولوا يركب عليها. المقصود بالظروف الخارجية كان يومتها في عندك المعارك بسوريا، استرداد حلب يلي عطى رجع عن جديد الأفضلية الميدانية لصالح النظام المحور معه إيرانيا اللي متحالف معهم العماد ميشيل عون. في أيضا كان يومتها الاتفاق النووي يلي كانوا عاملينه الأمريكان مع إيران. بالتالي بتشوف الصورة بالمنطقة كانت رايحة بهالاتجاه. هيدا اللي ساعد ويلي ترك انه تكون الصورة بلبنان متجانسة مع هونيك وموافقة الامريكيين على هذا الموضوع. اقتربنا من الاستحقاق في نهار الاثنين، فإن الحزب التقدم الاشتراكي وغالب اللقاء الديمقراطي توافقوا على تأييد ترشيح العماد ميشيل عون لرئاسة الجمهورية. تحدثنا عن المستقبل أثناء ولاية هذا الموقع، وسنتعاون سوية لبناء لبنان وتحسين الواقع الاجتماعي والوحدة الوطنية. شكراً وليد باك للتأييد، شكراً للقاء. وليد جملات آخر واحد سمعني. ليش وليد جملات سمعني؟ وأقله ليش ما مشي معنا به برغي؟ أحلك ليش بكل صراحة. الوليد جملات عنده حرص أساسي على مصالحة الجبل. نعم. وقالنا نمنا قالنا أنا بفهم كلكم تحفظكم، وبعرف أنه مروان وفؤاد ما رح يدخبوا، بس أنا بقولكم أنه في عنا طرفين مسيحيين كبار مشيوا بترشيح ميشيل عون. القوات والتيار. القوات والتيار معناته الأرضية المسيحية بالجبل في هذا الاتجاه. أنا ما بدي خاطر بالمصالح. في 31 من تشرين الأول عقدت جلسة الانتخاب 46، على عكس المرات السابقة اكتمل النصاب هذه المرة، لكن اسم الفائز كان قد حسم سلفا خارج قبة البرلمان. ميشيل عون. ورقة بيضاء. بنبرة صوتي بينت، يعني كنت كل ما تطلع ورقة بيضاء على صوت عالي ورقة بيضاء، كل ما يطلع اسم ميشيل عون اخفت صوتي هيك ميشيل عون. وفي في الأوراق اللي بتضحك اللي طلعت كمان. مريم كليك ورقة بلغار. السلوك اللي صار ما كان سلوك أصلاً بشرف مجلس النواب صراحةً، لا من ناحية الأسماء اللي انحطت هيك للزقزقة إذا بتتذكر،
ولا من ناحية أنه محاولة الزعبرة بموضوع عدد الظروف حتى لفرض انتخاب إضافي وإضافي وإضافي مثل ما صار. يعني إذا بتتذكر أنه اضطرينا نعمل 4 دورات، يمكن الدورة الأولى ما صار فيها مشكلة إنما ما وصلنا لـ 86 صوت، إنما بالدورات اللاحقة الدورة الثانية والدورة الثالثة كان في على عملية يعني عدم ماتشينج، عدم يعني تطابق بين 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 الظروف ايه بين ظرف الانتخاب والعدد الموجودين والى اخره. واضح ان عملت عن قصد انه محاوله الزكزكي. لحديث مره رئيس بري رجع طلب انه وضع الصندوق وعيط لامن السرد لحتى يكونوا مشرفين على العمليه.